حماقه اليوم مديحه بولونجري. شحال الباكيت؟ اه شحال داروا في الثمن؟ ناري غالي 50 درهم كاع. ومحسن الواحد يعجن خبزه وعجنوا خبزكم تنتوم. يلا اش قلتي؟ خويا ماشي هذا هو الوقت ديال الرجال. الرجال كان سربي ومتى 12:40. جيتي دغيا؟ جيتي شويه بكري؟ لا رجعت 12:40 عاد اجي نعطوك الخبز. هذا التوقيت ديال العيالات. اجي نقول لك ما في خبارك انت هادشي؟ لا الا ما عندكم شي مره تماك صيفطها في بلاصتك ما تجيش حتى. دابا انت اش باغي؟ نقدر ندير معاك زوين؟ لا خلاص هاد القمح. بغيتي خبزه صغيره القمح اش غدير بها؟ من نفطر بها؟ تفطر يلا هذا وقت الفطور 12:45 يلا جاي. يلا واخا راه الفلوس انا ندير معاك زوينه. غنقول لهم راه جات عندنا مراه واللي سولك غادي تقول باللي راه مراه صافي. خويا جيتو شويه بكري الرجال كنسربيهم حتى 12:50. كيفاش؟ الرجال كنسربيهم حتى 12:50 كتجي واحد السيده محتجبه هي اللي كتسربيهم. شنو هو المشكل دابا؟ انا ما نقدرش نسربي. السلام عليكم جيتي اش نعم؟ اش بغيتي؟ باريزيان؟ هو كاينين في باري تحب كاينين هنا باريزيان؟ كتفرنس عليا. كتقولي الخبز راه باينه كنبيعوا الخبز كنبيعوا شاورما. بغيتي هاد الصغيوره وانت كبير علاش بغيتي وحده صغيره؟ خذ وحده كبيره بحالك. ما نقدو على هذيك الصغار كبيره غتغلب عليا. شحال بغيتي من وحده صغيره؟ أربعة. يلا سير. هذه مسوسه هذي بغيتيها حلوه؟ اه هذه راه مسوسه مزيان بسمح من الرحيم فيها كاين مسوسه. بغيتها بواحد السيد اخر. بصح اذا ماشي انت اللي غتفطر هو اللي غيفطر ولاش كتكذب عليا؟ لا يفطر ان شاء الله. يلا هاك شحال في يدك؟ 10 دراهم؟ لا عطيني 20 درهم راه زادوا في الثمن ديال الخبز. ما خرجي جورنال الصباح. اه لا راه الخبز زادوا فيه. انا ما في خباركش. لا خبز واحد بشحال؟ 100 درهم. انت جيتي بلا وقت. خبز واحد 100 درهم؟ ما عارفش لو يا سير سول اللي يعطيك الفلوس راه يقول. قول 100 درهم اش نقول انا؟ خويا اسيدي ها شنو فوت هو شد الصف فينك راه هو لهي ها هو هنا الصف هنا الله يحفظك حيت حنا كنهضروا مع واحد السيد كنهضروا مع على الكوموند ديالو ممكن سر ما بغاش يعرف الناس ديال الدرب شحال كياكل من خبزه واش غياكلها بالعدس ولا غياكلها ساك براسو شنو هذا سر سر المهنه هذا اش بغيتي فوز؟ من هنا؟ فوز اللي عندك انت فين؟ كاين هذا؟ يلا قضي ان شاء الله تخلص. شحال كتحسبوا لي؟ الخبزه ب 60 درهم 60 درهم؟ ديرها فوكات شحال؟ وهي 120 240 درهم هي؟ وشنو عطاك شي حاجه وباقي تساري ولا شنو؟ الناس جايب لي الشقوف. قضي الله يهديك الله يهديك راه خدامين الله يهديك خلصني خلصني. هي 30 ريال. لا لا خويا غلطتي جيتي في الاول ما مصرفش عاد نبقى نتفلى معاك. كيفاش زعما 100 درهم شنو دايرين مع مولا؟ يلا نحسبها لك ب 1000 نحسبها لك ب 1000 ريال حيت خديتي خبزه صغيره. لا لا حسبها 30 ريال باش ناخذها ديما انا. هنا مولف تاخذها ومشى هذاك الزمان نساه هادشي راه داك النهار. هاكا الشريف دير لي هاد الخبز للفران. ايه خاسر لينا الفران ومني ترجع نعطيك في الدرب. قول لهم راه سيرتاتك مديح. فين واحد الفران ديال با احمد راه كاين غالي. باينه انت بعدا غادي نحيدك عليا لانه صدعني صدعني هذا القصير صدعني. بعدا انا عطيني دابا خبز لا صرف لا والو. يلا هاكا تقبها وديها معاك للدار صافي. اش بغيتيني انا غنخلصك وعاطين يلا هاك عطيني 100 درهم ولا اللي هذا عطيني 100 درهم. شو كي بغيت تصراط عليا قال لي نعطيك 100 درهم ونعطيك الخبز ونزيدك 100 درهم ونعطيك وصله بوحده راه كيدير 100 درهم. اش بغيتي دابا؟ ما بغيت والو نمشي بحالي. كيفاش بغيتيني نمشي بحالي؟ شوف داري يا خوتي شديه. يلا واش دوبي مخمر؟ اه علاش اخويا؟ ونستيني ونستيني خليك مبشور وضاحك. يلا خرجوا للشمشي طيب. شمشي
قلنا لك نتاوى وما بغيتيش يلا الله يعاونك. انا 940. لا خويا انا ما كنردش الصرف. اوه ما تاكلش الشوكولاط خايب عليك. انا نعطيه لك ساك عف الزبده. انا نعطيك جوج توام ولاش بغيتي ربع هذا وقت الغدا سير طيب لك شي طاجين. هادو يلاه بابو تصبر مويا اه تصبر نمشي. خويا قتلتيني تتهضر انا خدامه وانت كتهضر ليا عند ودنيا كتزنزل ليا. شوف قدامي استنى شحال كنبيع هادشي؟ 120 ريال غتاكل ب 120 درهم طلع لك طاجين جايين كتعمروا كروشكم بالعجينه. هاد سير بحال انا اش كنبيع يلا سير دق السلام ودوج هاد الدراري ودوك روحنا يا منك الخبازير خبز مين الدراري صاحبي الرويد راه كنبيعهم الصباح كامل تسير اجي نقول لك اش شكرا وشاركتي معنا في الكاميرا الخفيه درس شاركتوا معنا في الكاميرا الخفيه